من أجل إصلاح منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لها ودعم المقاومة والوصول إلى الوحدة الوطنية، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني لقاءً تحضيرياً للمؤتمر بمدينة رام الله، ضم ممثلين عن قوى وأحزاب ومجتمع مدني وقطاع خاص وصحفيين ومفكرين ومحاميين وأسرى محررين وأعضاء مؤتمر سابقين وغيرهم للتباحث حول جدول أعمال المؤتمر ومكان الانعقاد وتاريخه. ولقاء تحضيري للضفة الغربية أو لفلسطين داخل للإحداد والتحضير للمؤتمر الوطني الفلسطيني الذي نقوم بالإعداد له في الداخل والخارج ليكون الشعب الفلسطيني موحداً في مواجهة التحديات التي تواجهه في الخروج من المأزق الراهن على صعيد الوطني الفلسطيني. يؤكد المجتمعون أن إصلاح منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. الهدف الأساسي هو المساهمة في استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، بحيث أكد المجتمعون على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن هذا المؤتمر يدعو إلى إعادة بناء على أسس ديمقراطية موحدة لكل ألوان الطيف الفلسطيني ومستجيبة لكل التغيرات السياسية. هدف المؤتمر يعني تتلخص أو يمكن تلخيصها بخمس بنود: أولاً وحدة الشعب، وحدة الأرض، وحدة النظام السياسي الذي نحتاجه وبشدة خاصة في المرحلة الراهنة، لأنه فعلياً إحنا منعيش في منعطف طرق، إن لم يعني نقم بواجبنا يعني هذا سيؤثر إجمالاً على القضية الفلسطينية، وكذلك وحدة الإطار أو الاستراتيجية الموحدة داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والبند الخامس وهي وحدة القرار بحماية المقاومة. ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية في مدينة رام الله ضمن حراك ولقاءات لفلسطينيي الخارج جرت في عدة دول عربية وغربية، تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي هاجمته ورفضته حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.